مساء الخير يا شباب. نعم أستاذ ياسر، هي القصيدة يعني عشان تصل لمرامي، أول شيء هي فيها وحدة موضوع، والمطلع أحرموني ولا تحرموني، سنة الإسلام السلام. أنا أذكر حكى لي الطيب والدراضي إنه نعم كان في عميد كلية الآداب جامعة أم درمان الإسلامية، حتى أنا قلت له مصري، قال اسمه، ذكر لي اسمه يعني بيبدأ بأحمد، لكن أحمد منو نسيت. حتى أنا قلت له أم درمان الإسلامية ولا القاهرة فرع الخرطوم، قال لي لا أم درمان الإسلامية. سأل عن المعنى ده، إنه أحرموني ولا تحرموني، يعني قاصد شنو الشاعر. فبعد ما شرحوا له قال ده معنى فريد ما مر عليه في جميع الشعر العربي. يلا هنا أحرموني ولا تحرموني، في حرمان، القصيدة كلها فيها وحدة موضوع، قلنا يلا فيها حرمان، اللي ما كان نيران يا خمدن، وفي يبقى لانة سحابة دندن، يلا في حرمان، هو راضي بالحرمان ده كله، ولكن رد السلام، والسلام يعني سنة، ويبقى رده فرض. في سياق القصيدة بصورة عامة، خاصة مع قال الجملة وعقد الأظافر، لما نستحضر شكل عقد الأظافر زي ما تقول لزول أصبر، يعني زول شفقان بتقول له أصبر، يعني غرضك ده ينقضي لكن اصبر شويه. هنا لازم نضع فرضيه عشان تكتمل المعنى مع سياق القصيده بصوره عامه ومع الخطاب الفيه. ف هنا لازم نضع شنو، انه هو فعلا يعني في اشواق وفي وطاف خيالك والليل كافر، يعني هو بيتذكر والدهاء حاولوا يسلوها عنا ويبعدوا عنا، وهو ما اشتغل بيهم وكده. فلازم نضح هنا انه المانع ده مثلا هو مش كلام قاطع، مثلا دخل في اخر نهار رمضان، ومش يعني جاي بلهفة وبشوق، فالسلام ما يهو، اللي هي شنو زي ما قلنا، يعني هي القصيدة فيها كثير من المسائل الفقهية، يعني من المطلع لحد من تعاطى المكروه عمدا غير شك يتعاطى الحرام. فهنا السلام ما يهو، السلام بتاع اللهفة والشوق بعبط الغياب، فعشان كده هو راضي ومتفهم كل الأشياء دي، ولكن ما متفهم انه السلام ده عادي، يعني سلام عادي ما يحرمه السلام ده. فكان خطاب القصيدة كلها حول الحتة دي، وصفها هي يعني انزل قال له طبع الريم اصله نافر، ونزلها في صورة بتاعت ظبية وريم نافر وشرود، وهنا ده وصف يعني دقيق في انه الزوغان وما يتبع يعني من النفور والصدم، زي ما هناك الشيخ احمد عوض الكريم قال فوقك مرغني وسلسلة الجيلان، فيك هوشة البعشم ودوفة الغزلان، البعشم اللي هو البعشوم الثعلب، ما بتقدر يعني بيراوغك وبزغ منك. فهنا جابه مرتين انه يعني حركات الريم دي على راء الريم تبقى لام. ف يا ريت من ظبية ويبقى لام ويبقى الليم، بدل الريم تبقى الليم واللي هو القرب واللقاء. فختم بمسألة فقهية برضو،
فالقصيدة كلها يعني إذا وضعنا الفرضية دي، أنا ما بقول الكلام ده قاطع يعني، أنا ما عندي مصدر بيؤكد الكلام ده، لكن من الفهم للسياق العام بتاع القصيدة إنه ده الحاصل يعني، ولأنه في النهاية قالت له يعني، قال له جملة وعقد الأظافر. يعني ممكن يكون اللغة ده لو كان يعني جاي في غير الوقت ده كان ممكن يكون بحاجة تانية. أما المطلع فهي ما في أكرموني، أكرموني ده تصرف من ودماحي تقريبا، لأنه كل الناس التاني ما في زور غناه غيره أكرموني حسب علمي يعني، والله أعلم. ولا حتى في الدواوين كتبت أكرموني، وأكرموني بتخل بالمعنى العام للسلام والرضي. رجل في الدين يعني، رجل ما شاء الله شيخ وعارف، فالسلام رده ما يكون إكرام يعني، لو رديت السلام ما إكرام، رد السلام فرض يعني، والله أعلم.